تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. لو يعلم الناس ما يجريه الله لهم من الخير بوجود أنفاسكم بين ظهرانيهم لسجدوا على الجمر شكرا لله. الحمد لله. أبقاكم الله شاهدا لعنايته بأمة حبيبه. وأن الشجرة الطاهرة لا يمر وقت تخلو فيه عن ثمارها. الحمد لله. اجعلونا تحت أنظاركم وعنايتكم. جئنا ومن ورائنا من وراءنا وكلهم مستشرفون إلى نظرة منكم. وبقية في العصر منهم عمروا لتكون فيهم متعة المتمتع ويكون فيهم للربوع وأهلها أنس ونفع الطالب المتنفع. فالله يحفظهم ويخلف منهم أمثالهم في حينا والمربع. يا أمين يا الله. بقية قوم قد مضوا وخلفتهم وهم خلفوكم في الحما بعدما ساروا. جينا طالبين القبول، قولوا قبول، قولوا لنا مقبولين. بشركم الله بالخير، بشركم الله بالخير. لو عرفتم قيمة هذه الحروف التي تخرج من أصحاب القلوب لوسعكم أن تضحكوا وأن ترقصوا ولوسعكم أن تبكوا.